مرة أزار كرمالك. لك يسلم للقوي. لك يا عمي لك أشفت أنت أنا مرة فت بمشكل. إيه؟ فت بمشكل. إيه؟ مع شوعيت أش صار وقتها. يسلم للأبضاي. شو هيدا؟ هيدا الدوش تبع جيمي، فكرته متحرك طلع ثابت، هلأ صار متحرك عم حاول رده ثابت. عبدو خبيني. لا تخافش، خلي وجهني إذا كان رجال. لك افتح. مين قالك رح أفتح؟ لا شو بدك أفتح؟ آه لا شو بدك أفتح؟ بفتح وبربي لك إياه مين ما كان يكون، تفرجي. زهران نحن وقت اللي بدنا، تفرجي. تفرجي. أنت تفرجي؟ دعوس لدعوس لك إياه. لدعوس لك إياه الدعوس. يه دعوس لدعوس. سامعة بالدبان العذراء؟ إيه. وأنا كمان. لك إذا بدي كفاين على الماشي بوديه. عبدو بليز بلا مشاكل. ميمي فوتي جوا، فوتي جوا. يا حرام ديك النسوان. شو مهضوم لما يعصب؟ فوتي جوا. أحسن ما تشوفيني عن آكل قتلة. مين إذا زينت أفتح لها إذا غير له؟ مين؟ أنا. يا أستاذ حرتك مغلبط بالعنوان. لا هيدا هو العنوان أنا أكيد. إنه بفتح؟ إيه افتح. لك يا أستاذ إذا نحن أولاد العيل بنختلف بعضنا، إيش خلانا للغريب؟ خلص عفى الله عن ما مضى وما لك صاحب إلا بعد خناق، وإيش بياخد معه الواحد؟ إيش بياخد معه الواحد؟ هات راسك تبوس وأنت يخرب ذوقك هيدا أنت وشط لي قلبي. لك في حدا على مدخل بناية؟ كان في واحد بالمدخل وفال. ايه طمنتني هيك لهون. يعني انتو طالبين بيتزا؟ قديش بتريد؟ 30,000. هدي لي اياها شوي مول معروف. لا مش طالبين بيتزا. ميمي؟ بعدك هون؟ تعاي. شو عملت؟ ايش عملت؟ فرمتو فرم، هرمتو هرم، دعستو تدعيس، فرجيتو قيمة نفسه. عن جد؟ ايه وايه؟ ولك يسلم للقوي. ايه وايه؟ يسلم للقبضاي. ايه وايه؟ يسلم لأجمل وأحلى شاب يا حمينا. ميمي لا بقاش تنخي فيي كتير، أحسن ما تفر لها شي عظمة عاورك. خبرني شو عملت فيه؟ أول شي يا ستنا ملا أنت فقعتو كفاين هيك على الماشي مقبلات مويز. بس ما سمعت صوت كفوف. اه؟ ما سمعت صوت كفوف. هيدي كفوف كاتمة للصوت. اش من لم الجيران علينا قلت له لايك اذا بعد بتطلع بخطيبتي بدي اقور لك هن عيونك. شامي صار يجرف عصب يا حرام، ركع بالارض وقال لي بترجاك. هو قال لي بترجاك. فخت على ايدي اول كف، ثاني كف قال لي امان. عبدو انتبه. ايش بدي انتبه؟ علك ركع تحت جري، فرجيته قيمة نفسه، خليه يتعلم يلحق بنات الناس، فرفكت له من خيره. عبدو صار حدك. هي حدي تحت جري عن اللي اخر شيء وجعني قلبي علي قد ما صار يرجف، بتعرفي انا قلبي رقيق. قلت له وقف. وقف وليه؟ وقف. قول باردون. قول باردون. باردون. عافيك. قول باردون. 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 هيدا هو؟ هيدا هو؟ هيدا هو؟ هيدا هو؟ بس أفيش أطيب من قلبه. آدمي آدمي شاب بلا زغرة من خيرة الأوادم، مربى تربية، معلم علم، هديني. عن مين عم تحكي؟ عن حضرتك. قبل عن مين كنت عم تحكي قبل؟ عن واحد، إيه عن واحد. فكرت عني؟ لا يا زلمة عنا إياك بديني نحن. أنا اسمي جوني. جاي من امريكا وعم فتش عروس، اجا ترم عمر الزواج صار لازم السر، بصراحه عجبتني الدمازيل وعبالي اتجوزها وبدي اطلب ايدها. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا، تفضل يا هلا، بصراحه مش رح لاقي حدا احسن منك جوزوا اياها. روقي انت لا تكشرش قوام، خليني كفي جمله، بس الدمازيل مجوزه. لا عن جد؟ مين؟ حضرتي. لا اذا بدك لا بس هي ايه. وعندنا ثلاث اولاد كمان، الكبير اسمه زياد، وسطاني اسمه جاد، وصغير اسمه طارق. بحق لي سمي واحد. طارق يا حين بالمدرسه من غير شر، ايه بيتعلموا باللبيزون سون سون سون. الكبير بالجران جاردا يعني بالجال، الوسطاني بالبتي جاردا يعني بجنينه المطبخ، والصغير بالمطبخ سنتجي عجال الله راضي.
الله يخليكم ياهن، ما تواخذيني مدام، كنت بس عم عبر لك عن اعجابي. يا مزوق اوعى تفكريني كنت عم لطش. لا مين فكر هيك؟ كنا مفكرينك فري. يلا ماشي الحال، اذا في شي وحده تحت ايدك تكون ممنونك. تفضل، هيدي ورقه بالقياسات وهيدا رقمي. هودي قياسات فرد وحده؟ فرد وحده. جاي صحتها اسم الله. الحمد لله. شفناكم. عود حطينا الركوه. غير مره بتسائب. لا ان شاء الله بقاش سائب. الحمد لله الزلمه طلع ادمي وغرضه شريف. وشو هودي اللي خبرتي اياهم؟ دعوسته ما دعوسته؟ هودي كانوا بروفا. قليل يا عمي، في كم شباب بيجوا من برا بوصوا على العروس كانها سياره، بس مهضوم ما بو شيء. ايش قلتي؟ مهضوم. ميمي لا تخليني اطبق البروفا. ها لك عم بحكي عنك، ليش انا ايش حدا غيرك؟ اشتقت لك يا ازهر، منيح اللي اضطريت تعمل اخراج الايد لحتى اشوفها. بتصدقي ايه؟ انا اشتقت لك كمان. بس مش حالي هيدي، رح نقضيها اشتقت لك واشتقت لك، انت بالجبل وانا هون وانجا بنشوف بعضنا مره بالجمعه. طب ايش بعمل كميمي؟ انه انا اذا شي مره اشتقت لك كثير 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 وطلع على بالي اعبتك مثلا، بفقع مشوار على الضيعه تعبتك؟ لا، ابعثي لي اياها بالفاكس. ولك يسلم للمهضوم. ايش حلو بيت القرايبك، وينه؟ يا حوراح على الطريق العريضه حي القناطر عند فاديه. صاحبته رابعه نسوانجي كبير مصاحب اربع مع بعضهم، كل اثنين برويز بس يصيروا 12، بده ينزلوا رزنامه. ياي بكره رجال النسوانجيه، بس هيئته مرتاحه وضعه بيته كثير حلو. عبدو اي متى بده يصير عنا هيك بيت؟ عشو سؤالك؟ عن جد عم بحكي، اي متى بده يصير عنا هيك بيت؟ عش بتشربي؟ وعجبتني كذبة انه عنا ثلاث صبيان، بس كان لازم تزينهم ببنوت. ما زالها كذبة مليون عشرة، ايشك حاطة من كيسك؟ وعجبتني فكرة انه نحن متجوزين، اي متى بدها تتحقق هالكذبة؟ مش هالجمعة اكيد عندي صقية لان. عبدو! إلنا 8 أشهر خاطبين، أنت بمحل وأنا بمحل، أنا بدي أشوفك كل يوم. يا حبيبي ولك كميمي، كيف ما نتجوز ب 400,000؟ فرضنا جبنا ولد بالغلط، أبي كفوش حق حالي بيت وحفظيت باب ثالث، وأنا أبي هنشي علي أبداً ابني يتحفظ باب ثالث. ها معاشي يا معاشك، وابننا بصير يتحفظ باب أول. أعوذ بالله، أنا بدي أصرف على البيت، مين الرجال هون؟ أنت حياتي. مين الرجال هون؟ أنت. أنا بدي أصرف على البيت. اصرف. عفيش. فإذا مين الرجال هون؟ بيناتنا. وحدك حبيبي، بس هالايام الرجال والمرأة لازم يتعاونوا سوا بمصروف البيت. الله يرحمك ابو ملحم. بك حج اخذ الشغلة بالمزح، لازم تلاقي حل. بكره بتفرج. الك 8 أشهر بتقلي، بكره بتفرج. بتلاسع عن الله راضي. كل اصحاب البنات تجوزوا صار عندهم بيوت، انا رح انس انا ونطرتها. روقي لتبوش هلي. روقي لتبوش هلي. روقي عايب في ناس لتبوش. لك انا مبسوط هيك كميمي، اباش اعمل شيء غير التعليم، دوش مش انا اعرف ركب، ان شاء الله جيمي يقبل شغلني عنده بالصالون. عنده صالون؟ ايه. يعمل لي سعر؟ هلك انت عم تبوش. لك قصدي قلت شو بدك تشتغل عنده بالصالون؟ لك بشتغل سيشوار، مهم يشغلني. وبتترك التعليم؟ ضيعان العلم بالبلد كميمي، خليني ركب دوش دقيقتين وبرجع لك. بس ما تطول، شوفك هلا نتوفي وعشيه بشوفك على رواق. ابعتي لي باوصي. اضغطيها اضغطيها. نضغطية بس مش هالقد. تعي لها هون. بونجور. أهلا. مين حضرتك؟ حضرتك مين؟ أنا زينة. وأنا ميمي. مين يعني ميمي؟ ومين يعني زينة؟ خطيبته لجيمي. أنا خطيبته لعبده قرايبه لجيمي. نقصتيني. شو؟ فكرتيني سحبته لجيمي؟ انه اول ما شفتك شكيت. خليكي شك. نعم. يعني قصدي قول شكك بمحله بس مش فيي. سوري ما فهمت. بتعرفي؟ بين عليكي مهضومه انت. ثانك يو، بس ما فهمت عن شو عم تحكي. انت بتحبيه لجيمي؟ اكيد بحبه كثير. ولوين فكرك توصلي انت وياه؟ شو هالسؤال هيدا؟ لك هلا جاوبيني. للزواج طبعا، ما هلا جيمي خطبني. ايه مش وحدك؟ نعم. قصدي قول انت بهين عليك الرجال بتتجوزيه بالمستقبل يخونك؟ اكيد لا. فاذا كيف تخطبي واحد بنهار القصير بخونك 7-8 مرات؟ شو هالحكي هيدا؟ جيمي منه هيك، جيمي كثير وفي. ولا اوفى، انت متاكده انك البنت الوحيده بحياته؟ 100%. يدل عليك اشك معطره، ليكي لانك حلوه وطويله. رح خبرك الحقيقه، بس توعديني انه ما بغط على قلبي. مش ضروري صدقك. رح تصدقيني لانه عندي اسمي. ما بقى تخوفيني، قولي بسرعه شو فيه. هيدي صورتك؟ ايه. اكيد مربحك جميله انه معلق لك اياها. اقل شيء علق صوره خطيبته، وانا كمان معلقت له صورته ببيتي. ايه بس انت معلقتي له صورته لوحده، هو معلق كذا صوره. شوفي كيف
لما يصيروا 12 بدي انزلهم رزنامة. شو هالحكي هيدا؟ مين خبرك هالخبر؟ عبده قرايبه لخطيبك وخبرني انه خطيبك هلا بحي القناطر على الطريق العريضة عند رقم 4 شو اسمها فاضية. مش معقول. ليكي حبيبتي انت مبين عليكي بنت مرتبة، ما تخلي واحد نطنط بتلاقي هيدا يضحك عليكي. لا هي مرتلة. فرجيك يا جيمي. معلش زعلي هلا احسن ما ضلك زعلانة كل حياتك. بكره رجال النسوانجية اللي ما عنده شغلة غير يضحكوا على بنات العالم. الحمد لله عبده مش هيك. شو حياتي زبط الدوش؟ زبط الدوش بس انا وعن زبطه سنت اجري بالبدايه، زبط الدوش انكسرت البدايه. ساعديني انت نخفيها شي مطرح. الله يساعدني عليك انه ما زبطها الدوش؟ أباش ما فيش مي تنجربه مقطوعه، دخلك مين دق الباب؟ زلمه عم ببيع رزنامات. ايه وش قلتي له؟ قلت له ميرسي عنا وحده.